تعودنا أن نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواهب الكثيرين، أما هذه المرة فقد كانت سبباً في خلق فرصة لأحد الشباب الأردنيين. حارث الطراونة شاب استخدم تويتر للحصول على الدعم لتمثيل الأردن في مجلس حقوق الإنسان. حارث طلب في تغريدة نشرها في أكتوبر الماضي الدعم من وزير الخارجية أيمن الصفدي. المغردون الأردنيون تفاعلوا مع تغريدته وقاموا بإعادة نشرها. وزير الخارجية كان قد رد على هذا التفاعل مؤكدا أن الوزارة تواصلت معه وبأنها ستقدم كل ما تستطيع من دعم وإسناد، وقال: نفخر بشبابنا المنجز ونضع كل إمكاناتنا في خدمتهم. حارث نشر مؤخرا تغريدة شكر فيها كل من قام بدعمه على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل جنيف ويكون ذلك سببا في حصوله على وظيفة. التفاصيل في هذا الفيديو الذي أرسله لنا حارث عبر تطبيق الواتساب. حاب أشارك معكم قصة نجاح كانت مواقع التواصل الاجتماعي جزء من حصولي على وظيفة في المعهد. قبل فترة حبيت أحضر تقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اللي بيعقد بسويسرا بجنيف، وتوجهت للشركات والمؤسسات وبعض الوزارات. للأسف لما تلقت دعم منهم فأطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلبت من زملائي والأقارب والأصدقاء والمعارف بأنهم يساعدوني. تشرفت ونجحت بتمثيل وزارة الشباب رسمياً، بالإضافة لدعم وزارة الخارجية والجامعة الأردنية والملكية الأردنية. لما وصلت لجنيف ما كان عندي إقامة، فدعمتني مرة أخرى وزارة الخارجية وسعادة السفيرة سجل مجالي بوصل السلام من خلال هذا الفيديو. لما رجعت على الأردن تقدمت إلى وظيفة في المعهد الدنماركي اللي تعرفت على مستشاره دكتور حنا في جنيف، وهذا النجاح لم يكن إلا جزء من دعم الأشخاص اللي أنتوا قاعدين تحضروا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نقدر نثبت إنه الشباب الأردني قادر على التحرك دولياً وقادر على إثبات نفسه لو أتاحت له الفرصة.